حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف، ونبدأ بالعناوين. في المدى، منظمة دولية 418 موقع نزوح غير رسمي في العراق، تعيش فيه أكثر من 13,000 عائلة. في شفق نيوز، التوتر يسيطر على اجتماع قائني بقادة الفصائل. في العربي الجديد، محاولة اغتيال الكاظمي، تداعيات سياسية وأمنية متوقعة. وفي عربي 21، الكاظمي يتوعد من حاولوا اغتياله وانتشار أمني في بغداد. بوليتيكو، بايدن استخدم كل الوسائل الدبلوماسية مع أثيوبيا، وعندما فشل حث الأمريكيين على المغادرة. وفي نيويورك تايمز، سياسات الهند المتطرفة ضد المسلمين تغذي التطرف في دول الجوار وتمنح الصين الفرصة للتوسع. في الجارديان، الغرب استغل نهضته لغزو الشعوب الأخرى واستعبادها. ذكر صحيفة القدس العربي في افتتاحياتها، تعد المحاولة تطورا أمنيا وسياسيا خطيرا، فهي العملية الأولى بهذا الحجم منذ عام 2003 التي تستهدف من يعد دستوريا رأس السلطة التنفيذية في الدولة، فضلا عن كونه القائد الأعلى للجيش والقوات. وتعد هذه العملية ضمن هذا السياق تهديدا للكاظمي، الذي يمكن أن يكون من الشخصيات المرشحة لتكوين الحكومة مجددا. وبالتالي فهذه العملية هي إشارة واضحة لمطلب الميليشيات الموالية لإيران لضرورة إقصائها. غير أن معنى العملية الأكثر وضوحاً هو أن الميليشيات والحركات العسكرية التي نشأت نتيجة التحاق الآلاف من المتطوعين إلى الحشد الشعبي إثر فتوى الجهاد الكفائي للمرجع علي السيستاني عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، صارت من القوة التي يمكنها أن تهدد الدولة وأن تعترض على المنظومة السياسية الراهنة وطريقة اشتغالها، حيث تعتبر الانتخابات حين لا تصب في صالحها مزورة، ويتحول رئيس الوزراء إلى محط للسخرية باعتباره مخلوقاً فيسبوكياً، على حد تعبير أحد قادة تلك الميليشيات، إلى درجة الاستهزاء به بالقول إنه لا يستحق أن تخسر تلك الميليشيا طائرة مسيرة على اغتياله. أحد عناصر قوة تلك الميليشيات نابع من إحساسها بأنه جزء من آلة الدولة نفسها ونتيجة من نتائج إدارة حكوماتها المتتابعة الفاشلة للبلاد. فحين يقوم الآلاف من المحسوبين على الدولة العراقية وبالتواطؤ بين أجهزتها المختلفة بالانتقام من عملية لتنظيم الدولة ضد قرية شيعية، بالهجوم العسكري المنظم ضد قرية سنية، والقيام بعملية إعدام ميدانية فيها، فمن الصعب على المهاجمين والضحايا التفريق عملياً بين الدولة والميليشيات. العنصر الثاني لقوة الميليشيات هي التعبير عن الولاء الأعمى لإيران، حيث تتناظر المزاودة على غيرها من القوى السياسية في ذلك الولاء مع الاستقواء الواضح بنفوذ الجمهورية الإسلامية، بحيث يغدو الاشتباك مع تلك الميليشيات اشتباكاً يستدعي تدخل طهران أو من يقوم بالنيابة عنها. يعد الهجوم إذن على مقر الكاظمي مع ذلك اختراق الخطوط الحمر، وإشارة إلى أن القوات تحولت من حامل الدولة والمنظومة السياسية العراقية إلى تهديد لهما. وإذا لم يكن بإمكان هذه الميليشيات أن تغير نتائج الانتخابات، فهي تظهر أنها قادرة على تهديد كل المنظومة التي صنعت الانتخابات. إلى تقرير الكاتب عثمان المختار بصحيفة العربي الجديد، الذي قال فيه: تستلزم محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر أمس الأحد
تستلزم ترقب مزيد من التطورات في المشهدين الأمني والسياسي المرتبكين في البلاد، خصوصا بعد بيان وصف بالمبطن لمجلس الأمن الوطني وهو أعلى تشكيل أمني في البلاد يرأسه الكاظمي بعضوية وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله وعدد من القادة الأمنيين في البلاد. الهجوم الذي نفذ بواسطة 3 طائرات مسيرة محلية الصنع، استطاعت قوات الأمن إسقاط 2 منها عبر أسلحة متوسطة، بينما نفذت الأخرى إلى منزل الكاظمي، وهو مسكن كل من يتبوأ منصب رئاسة الحكومة منذ عدة سنوات لقربه من مقر رئاسة الوزراء في الجانب الشرقي من المنطقة الخضراء، ويقع على بعد نحو 1500 متر فقط من السفارة الأمريكية. وبدأت لجنة تحقيق مشتركة من الجيش وجهازي المخابرات والأمن الوطني التحقيق في الهجوم، فيما أكد مسؤولون أمنيون عراقيون في بغداد للعرب الجديد أن طائرات مشابهة لنسخ هاجمت معسكرات أمريكية في أوقات متفرقة من العام الحالي، وتبنت فصائل مسلحة تلك الهجمات حينها ضمن سلسلة المواجهات التي شهدتها البلاد بينها وبين القوات الأمريكية. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مقدار المتفجرات التي كانت تحملها الطائرة الأخيرة لا يتجاوز 10 كيلوغرامات من مادة C4 شديدة التفجير، متحدثة عن حصر التحقيقات في جهتين فقط وهما كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، على اعتبار أن الفصيلين يمتلكان تقنية طائرات مسيرة مفخخة، وسبق أن وجها تهديدات مباشرة للكاظمي، مع العلم أن كتائب حزب الله نأت بنفسها عن الهجوم واعتبرته مفتعلاً، وهو ما فعله أيضاً زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الذي دعا للتحقيق في الهجوم والتأكد من أنه ليس مفتعلاً. محاولة الاغتيال إذن بوصفها محاولة قتل للكاظمي، وتوقع أن تستثمر سياسياً لمصلحة الكاظمي والقوى الفائزة في الانتخابات مقابل تضييق مساحة الحركة على القوى المعترضة والرافضة لنتائج الانتخابات، وتحديداً تحالف الفتح وهو الجناح السياسي للحشد الشعبي الذي يتصدر الحركة الاحتجاجية منذ أسابيع في محيط المنطقة الخضراء. ويتوقع أن يفتح ملف خروج القوات الأمريكية القتالية المقرر من البلاد نهاية العام الحالي، ومدى إمكانية القوات العراقية الحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد بمفردها بحسب ما جاء في الصحيفة. أكد الميثاق الوطني العراقي في بيانه الذي نشرته صحيفة الميثاق أن التصعيد الذي يشهده العراق هو نتيجة متوقعة لأزمة نتائج الانتخابات الفاشلة التي ذكرها الميثاق قبل الانتخابات، وأكد أن الحكومة الحالية والنظام السياسي القائم في العراق منح 13 ميليشيا إجازة العمل السياسي فضلاً عن الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما يجعل الحوار بينهم على تكوين الحكومات بالسلاح وإراقة الدماء. أشار الميثاق في بيانه المرقم 111 إلى أن الحكومة متواطئة مع الميليشيات وانتهاكاتها ضد العراقيين، وقال الميثاق إن حكومة الكاظمي تتبجح بأنها تطارد الإرهابيين وتلقي القبض عليهم خارج العراق، بينما تدعو إلى الحوار والتهدئة مع الميليشيات وسلاحها وإجرامها الإرهابي داخل العراق. وأوضح البيان أن استهداف مقر الكاظمي يأتي ضمن صراع الأحزاب الحاكمة على تقاسم المناصب الحكومية والتنافس على رئاسة الحكومة القادمة بين ممثلي إيران وأدواتها في العراق، وهو ما يؤكد أن العملية السياسية فاشلة وقد وصلت إلى الانسداد السياسي الكامل، ولن تقدم للشعب العراقي إلا مزيداً من المعاناة والمآسي والأزمات المستمرة. وأضاف الميثاق الوطني العراقي أن العراقيين متفقون على أن قوات الشغب ومتظاهري الميليشيات قد تلطخت أيديهم بدماء متظاهري ثورة تشرين السلميين، وأن المتصارعين جميعهم مسؤولون عن تدمير العراق ورهن سيادته لإيران. عن محاولات تقويض قدرات تركيا الهجومية،
القوى الجوية نموذجا، كتب علي حسين باكير في مقال نشره موقع عربي 21. جاء فيه: عد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينيديز أن المسيرات، الطائرات المسيرة التركية، هي مسألة أمن قومي، عندما قال إن مبيعات الطائرات المسيرة التركية خطيرة. وأعلن مينيديز قبل أيام قليلة، أعلن اقتراح تعديلات على قانون الدفاع الوطني المتعلق بنفقات الدفاع للعام المالي 2022، وذلك من خلال مشروعين قانونين إضافيين ذكر فيهما ضرورة مراقبة برنامج الطائرات المسيرة التركية، وتقديم وزارتي الخارجية والدفاع تقارير دورية عن صادرات الطائرات المسيرة التركية منذ عام 2018، والتحقق مما إذا كانت هذه الطائرات المسيرة التركية تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أمريكية، ولمنعها في حال تبين ذلك أن هناك أي قطع أمريكية. وتمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة، ولا تزال تحتفظ بمرتبة ثالث أكبر مشغل لمقاتلات F-16 في العالم بعد الولايات المتحدة وإسرائيل، علاوة على كونها واحدة من بين 5 دول في العالم فقط تنتج المقاتلة محلياً بترخيص من لوكهيد مارتن الأمريكية. وعلى الرغم من التحديثات التي كانت أنقرة قد أدخلتها على قوتها الجوية خلال العقدين الماضيين، إلا أن أسطول مقاتلتها كان قد بدأ يشيخ، ولذلك فقد كانت الخطة تقتضي استبدال مقاتلة F-35 المتعددة المهام من الجيل الخامس الأكثر تطوراً في العالم بهذا الأسطول. وخططت تركيا لشراء 100 مقاتلة وانخرطت فعلياً في برنامج إنتاج المقاتلة، ودفعت مقدماً ثمن 10 مقاتلات. عندما حان موعد تسليم أولى المقاتلات من طراز F-35، قام الكونغرس بتقديم طلب تجميد التسليم، وتحول لاحقاً إلى إلغاء التسليم، ثم تطور إلى طرد تركيا من برنامج إنتاج المقاتلة، وصولاً إلى فرض عقوبات على أنقرة. أما الذريعة التي تم استخدامها لتبرير ذلك فقد كانت شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية الصنع S-400 وإمكانية نقل معلومات حساسة عن المقاتلة إلى موسكو. لكن عدداً من التطورات اللاحقة تفند هذه الذريعة بما لا يترك مجالاً للشك في نوايا واشنطن، من بينها المطالبة باستثناء الهند من العقوبات إزاء شرائها لنفس المنظومة. أضاف الكاتب: لست متفائلاً كثيراً في ظل سياسة التسويف والمماطلة الأمريكية، ولو افترضنا أن الرئيس الأمريكي يحمل نيات حسنة تجاه هذا المقترح، فستبقى عقبة الكونغرس الذي يخضع للوبيات الأقلية قائمة، وسيكون من الصعب حلها إذا كانت العقليات الموجودة ستتصرف بأسلوب مينيزيز. ولكن آمل أن أكون مخطئاً على وفق تعبير الكاتب. قال الكاتب جورج مونيبوت في مقال في صحيفة الجارديان البريطانية، قال إن 500 عام الماضية كانت حفنة من الدول الأوروبية التي اتفقت وأتقنت فن العنف وتقنيات الملاحة، وقامت بغزو مناطق الآخرين والاستيلاء على أراضيهم وشعوبهم. فلنتابع تفاصيل. أفضى التنافس على السيطرة على بلدان الشعوب الأخرى إلى حروب متكررة بين القوى الاستعمارية التي طورت في سبيل تبرير العنف مذاهب جديدة: التصنيف العنصري والتفوق العرقي والواجب الأخلاقي الذي يتطلب إنقاذ الشعوب الأخرى من همجيتها وفسادها. تلك المذاهب بدورها هي التي أفضت إلى الإبادة الجماعية. استخدمت المسروقات من أيد عاملة وأراض وبضائع من قبل بعض البلدان الأوروبية لتغذية ثوراتها الصناعية، ومن أجل التعامل مع الزيادة الكبيرة في حجم ومستوى التعاملات أنشئت أنظمة مالية جديدة، انتهى الأمر إلى أن تهيمن على اقتصاديات تلك البلاد، وسمحت النخب الأوروبية لقدر ضئيل من الثروة المنهوبة بالوصول إلى أيدي قواها العاملة سعياً لتلافي الثورة، ونجحت في ذلك في بريطانيا، ولكن لم يحالف الحظ في أماكن أخرى. ومع الزمن وتحت وطأة الحروب المتكررة وثورات الشعوب المستعمرة،
أجبرت البلدان الثرية على ترك معظم الأراضي التي كانت قد استولت عليها على الأقل من الناحية الرسمية. سعت تلك المناطق إلى ترتيب أوضاعها وتأسيس بلدان مستقلة، إلا أن استقلالها لم يكن أكثر من مجرد استقلال شكلي. استمرت البلدان الغنية في نهب الفقراء مستخدمة الدين الدولي والتعديل الهيكلي والانقلابات والفساد بمساعدة ملذات الأوفشور الضريبية وسرية الأنظمة، وكثيراً ما كان يتم ذلك من خلال حكومات الوكالات التي نصبوها وسلحوها. وأضاف تقرير غارديان: بإمكان الدول التي تسببت بالجزء الأكبر من النكبة أن تموضع نفسها في النمط الاستعماري الحق وأن تعد نفسها المنقذة للعالم، وذلك هو خلاصة ما جاء في كلمة بوريس جونسون افتتاحية. ونشرت صحيفة تايمز البريطانية مقال الكاتب مايكل إيفانز، ذكر فيه أن ما عده إخفاقا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمهمة كان يفترض أنها أسهل بكثير من إخراج آلاف الجنود من أفغانستان، ألا وهي إغلاق معتقل غوانتانامو والذي لم يتبقى فيه سوى بعض السجناء. فشلت المراجعة الشاملة التي تم إجراؤها قبل 9 أشهر في إيجاد أي حل لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو، وواجهت إدارة بايدن المشاكل نفسها التي واجهها باراك أوباما، ويتابع بأنه تمت إعادة معظم السجناء إلى ديارهم أو إلى دول طرف ثالث، ما أدى إلى انخفاض عددهم من 780 إلى 39، لكن لا يزال من غير الواضح ما يمكن فعله مع أولئك الذين بقوا. يعرف ثلثهم تقريباً على أنهم سجناء إلى الأبد، لم يتم توجيه تهم إليهم مطلقاً، وليس لديهم أي احتمال للمثول أمام المحكمة، ولكن يعد الإفراج عنهم خاطراً للغاية. ويشير الكاتب إلى أن المعتقل يستمر في امتصاص أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وهي نحو 540 مليون دولار العام الماضي، ولا يزال يتطلب مئات الجنود لحماية سجنائه. وينقل إيفانز عن هنا شامسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قولها: لقد تمت الموافقة على نقل 13 من المعتقلين الذين ما زالوا في معتقل غوانتانامو، لكنهم ينتظرون المغادرة ومنذ أكثر من 10 سنوات، والقضية البارزة بحسبه تشمل 5 مشتبه بهم من تنظيم القاعدة، متهمين بتمويل الخاطفين 19 وتدريبهم الذين اصطدموا بطائرات ركاب في البرجين التوأمين وفي وزارة الدفاع الأمريكية آنذاك. وتقول شامسي: الجميع متفقون على أن نظام اللجان العسكرية في غوانتانامو معطل ولا يمكنه تحقيق العدالة. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، تتميز قرية لولاي في مقاطعة سولاوسي الجنوبية الإندونيسية، تتميز بطبيعتها الخلابة وإطلالتها فوق الغيوم، إذ تعد هذه القرية من أبرز الأماكن التي يقصدها السياح في المنطقة لمشاهدة الغيوم. يمكن للزائرين متابعة بحر الغيوم من الشرفات المخصصة لذلك والتقاط الصور، وبوسع الزائرين أيضاً أن يجلسوا في أحد المقاهي المطلة على المنظر البديع وأن يتأملوا بحر الغيوم، ولا سيما مع غروب الشمس. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى إقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.